للحديث عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الحكومة في بغداد، تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، مرحبا بكم. وفاة معتقلين اثنين في سجن الحوت بالناصرية، وذلك بسبب التعذيب الذي تمارسه القوات الأمنية، لكن في هذا المفصل تحديدا بما تفسرين استمرار سقوط الضحايا في السجون الحكومية لا سيما في سجن الحوت بمدينة الناصرية؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. يعني ما يتعرض له المعتقلون في السجن من عمليات قتل مستمرة في الحقيقة، هذا الذي أنا أفسر به سقوط هذا العدد المتزايد من المعتقلين، خاصة في الآونة الأخيرة هناك زيادة، بما يشير إلى أن هناك يعني نهج مستمر في قتل الشعب العراقي، خاصة المعتقلين الذين هم في السجون. وكما نلاحظ أن هناك استهانة بأرواح يعني هؤلاء المعتقلين في السجون، وإهمال مستمر يعني لأحوالهم ولأوضاعهم الصحية. التعذيب المستمر أيضا في السجون، والذي يؤدي إلى وفاة الكثير من المعتقلين. كل هذا يفسر أن هناك تعمد في قتل المعتقلين داخل السجون. طيب. نعم. دكتورة، من خلال رصدكم يعني التقارير الحقوقية تؤكد سوء معاملة المعتقلين في تلك السجون، لكن السؤال المطروح دائما، هل هي سياسة للقوات الحكومية في عدد من السجون، أم هي ربما تكون مواقف فردية كما تقول الحكومة؟ لا، بالتأكيد ليست مواقف فردية، خاصة وأن الأعداد في تصاعد مستمر، وما يبعثه المعتقلون من رسائل وتبليغات تصلنا للمركز تدل على أن هناك يعني استهداف ممنهج للمعتقلين داخل السجون، وهي سياسة ممنهجة، وهذا لم يتوقف منذ فترة طويلة، منذ الاحتلال الأمريكي للعراق وعمليات التعذيب وعمليات القتل المستمرة ضد المعتقلين، مما يؤكد أن هناك سياسة ممنهجة. نعم. طيب دكتورة، التقيتم منذ أيام الفريق المعني بالعدالة الجنائية التابع للأمم المتحدة، إلى أي مدى ترون أن مثل تلك اللقاءات يمكن أن تنتج أثرا في ظل تزايد الانتهاكات داخل المعتقلات؟ يعني بالنسبة للقاء مع فريق العدالة الجنائية، في الحقيقة هم لديهم يعني برنامج لمراقبة السجون، إضافة إلى ذلك لديهم طموحات لإنشاء محكمة لحقوق الإنسان في العراق، ولكن هناك عقبات كثيرة في الحقيقة يعني تقف ضد تنفيذ مثل هذه الأهداف والمشاريع، خاصة وأن في العراق لا يوجد دولة، هذا على رأس قائمة المعوقات. في العراق توجد ميليشيات وعصابات وأحزاب متنفذة تحكم في العراق، ولذلك يعني هذا هي تعتبر العقبة الأولى في اتجاه تنفيذ مثل هذه المشاريع ومراقبة السجون والحد من ما يحدث ضد المعتقلين. دكتور، الفريق المعني، عفوا المقاطعة، الفريق المعني بالعدالة الجنائية الذي التقيتموه، هل لديه تصور بالانتهاكات التي تجري داخل السجون العراقية؟ الحقيقة لاحظنا أن لديهم تصور، خاصة وأن تبليغات مستمرة تردهم حول ما يحدث من انتهاكات، ولهذا هم يعني وصلوا إلى قرار بضرورة تنفيذ مثل هذه البرامج في العراق، وإلا لماذا يأتي ولماذا يتذكر فريق العدالة الجنائية العراق الآن لولا أن هناك تبليغات تصلهم من مختلف المراكز والمنظمات الحقوقية المعنية بما يحدث في انتهاكات لحقوق الإنسان، وأهمها ما يحدث في السجون من عمليات تعذيب مستمرة وقتل مستمرة وإعدامات ضد أبرياء. لذلك هم يريدون تنفيذ مثل
هذه المشاريع. ولكن يعني بالنسبة لنا هناك الكثير كثير حقيقة من العقبات، كما ذكرت الميليشيات التي تحكم في العراق ودورها في تنفيذ مثل هذه الجرائم والانتهاكات ضد الشعب العراقي، ولذلك فهي لن تسمح بتنفيذ أهداف هذا الفريق. إضافة إلى ذلك غياب المؤسسات القضائية العادلة والقوانين أيضا، إضافة إلى ذلك التي تحمي حقوق المواطنين ويعني تساعد الشعب العراقي على الاقتناص من الجنات. الآن في العراق هناك حالة كبيرة من الإفلات من العقاب، والسبب الرئيسي في ذلك هو الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية وعلى رأسها السلطة القضائية التي هي تعتبر سلطة يجب أن تكون تتمتع بحيادية واستقلالية. دكتور، الفريق المعني بالعدالة الجنائية هل وعدوكم بشيء؟ الحقيقة هم حسب الذي كانوا يعني طرحوه خلال النقاش معهم هو يعني لقاءات مع مختلف الجهات، منها المنظمات الحقوقية، منها المجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين الكثير، كل هذا من أجل الوصول إلى يعني طريقة، من أجل والحصول أيضا على معلومات، من أجل وضع خطة لعمل مثل هذه البرنامج، وأيضا يعني عمل خطة لوضع محكمة لحقوق الإنسان. لم تكن هناك وعود، كانت هناك مناقشات وطرح لما يحدث في من انتهاكات ضد المعتقلين وإيصال معلومات عن الوضعية وما تقوم به الحكومة من إجراءات مختلفة التي تعارض الكثير وتنتهك الكثير من حقوق الإنسان. بغية مناقشة ذلك مع الحكومة والوصول إلى طرق لأجل حل كل هذه الانتهاكات وإيقافها والحد منها. من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لكم.